قبل ما اتكلم معاك على مباريات اليوم هتكلم على مباريات الامس والنتائج. شفت مباراه فرنسا وبولندا عامله ازاي؟ وايضا شفت الفوز، يعني هل كنت تتوقع فوز فرنسا بنتيجه 3 أهداف مقابل هدف على المنتخب البولندي، ولا لا كنت شايف المباراه ممكن يعني تكون 50-50 زي ما بنقول؟ اعتقد ان المنتخب البولندي نوعا ما ممكن نقول ان هو سرق التاهل بتاعه من مجموعه كان فيها المنتخب السعودي وكان فيه المنتخب المكسيكي وقدموا مستويات كبيره جدا. المنتخب البولندي يمكن نوعا ما ما كانش يستحق التاهل، لكنه قدر ان هو بضربه جزاء ان هو يصعد للدور اللي بعد كده. في المقابل المنتخب الفرنسي هنتكلم، المنتخب الفرنسي قوي جدا في الخط الهجومي مش طبيعي، عنده عناصر هجوميه مميزه جدا. اتكلم ان امبابي بيسجل من، يعني بنقول دايما المصطلح بتاع انصاف الفرص، امبابي بيسجل من ارباع الفرص، يعني كور مستحيله جدا بيكون عليه حوالي 3 لعيبه والزوايا مقفوله، وبيقدر ان هو، وانا بالنسبه لي ميزه امبابي كمان ان هو بيقدر يسدد مش بس في زاويه واحده، يعني دايما متعودين اللعيبه اللي بنقول عليها بيلعب في الارتو بيلعب في الزاويه البعيده، لا امبابي بيقدر يشوط في الزاويه القريبه او في الزاويه البعيده، فده دايما بيكون غير متوقع للحراس. فوجود الجوده اللي موجوده مع المنتخب الفرنسي نوعا ما كانت مخلياني متوقع ان المنتخب الفرنسي هيقدر يحقق فوز سهل، خاصه كمان ان المنتخب البولندي رغم التاهل لكنه على مدار البطوله ما اظهرش وجهه الحقيقه او ما قدمش مستوى كبير، حتى ليفاندوفسكي على مدار البطوله ما قدملناش برده شيء من اللي بيقدمه مع فريق برشلونه. صحيح. طيب من ليفاندوفسكي هرجع معاك لمبابي واعرف منك شايف ازاي، يعني في بدايه حديثي في الحلقه كنت بتكلم على امبابي ولاعب مهم جدا، عمره صغير 23 سنه ومحقق كل الانجازات دي ودخل نادي المئة لا يعني بدري قوي، وبتكلم على فكره انه كيفيه استغلال العناصر الشابه عندنا في مصر باذن الله، وان يكون عندنا لعيبه في السن ده توصل للانجازات دي. تعليقك ايه وشايف السن الصغير اللي عليه امبابي وهالاند ونوعيه اللعيبه دي بينقصنا ايه ان احنا نشوف النموذج او العدد من النماذج دي، خصوصا ان احنا عندنا مواهب كتير قوي في مصر بس منتظرين اللي يكتشفهم؟ طيب خلينا نقول ان في وجهه نظري ان معدل اعمار اللعيبه في الكوره نزل جدا، يعني السن اللي اللعيبه بتبدا تاخد فيه في فرصه في الكوره نزل، بقينا بنشوف اللعيبه تاخد من 16 سنه، وكمان في المقابل السن اللعيبه بتعتزل فيه بدا يعلى، يعني بقينا بنشوف اللعيبه بتوصل ل 35 36 سنه، ده ما كانش بيحصل قبل كده، اللعيبه كانت بتعتزل في سن مبكر وبتاخد فرصه في سن متاخر. وكمان انا بالنسبه لي النموذج الابرز في الفكره دي دايما بنشوف القاره الافريقيه، اللعيبه بتلعب مع فريقها الاول في الدوري الممتاز 16 سنه بتاخد فرصه وتلعب وبتكون نجوم الدوري بتاعها في كوتيفوار وفي غانا 16 سنه، في لعيب في الدوري الغاني انضم للمنتخب الغاني وهو عنده 16 سنه،